أسامة، لو كنت في وسط البلد عمان شو بتفطر؟ أكيد هاشم بدون سؤال يعني. طب إذا أخذتك على وسط بلد إربد وخليتك تذوق مطعم يخليك تنسى هاشم؟ أزكى من هاشم؟ أزكى من هاشم وسط البلد وإربد؟ وإربد. طيب تدفع الحساب عليك. عليك؟ خلص تهك. عليك. في الجولة الصباحية من إربد إحنا عند دوار القبة، وهسا حنمشي في شارع الحصن عشان نودي أسامة على المطعم اللي أزكى من مطاعم هاشم. يلا نشوف. أسامة بتعرف الشارع اللي على اليمين إيش اسمه؟ لا. طب الشارع اللي على الشمال إيش اسمه؟ برضو لا. طيب شوف، زمان الناس لما كانت تطلع من إربد على بغداد كانوا يجوا على مكان الإشارة هاي تقريبا اللي في وسط البلد، اللي كانت السيارات تروح على اليمين كانت تروح على بغداد. حلو. واللي كانت تروح على فلسطين كانت تروح على الشمال. جد؟ فهذا الشارع اللي على اليمين صار يسموه شارع بغداد، والشارع اللي على الشمال صار اسمه شارع فلسطين. هيك لما نروح على الشمال بتودينا لفلسطين. بس احنا وين رايحين؟ لفلسطين؟ لا بغداد. هسه وسط البلد احنا رايحين. وهاي شارع بغداد. حلو. احدى المعالم الجميله في وسط البلد واللي يميز اصلا وسط البلد اربد كيف الاثار في عمان؟ احنا برج الساعه. زي اللي بالهاشميه، زي اللي بالاردنيه، زي اللي يا حبيبي بلندن، زي اللي بلندن. هسه على يمينك بدنا ندخل اول شارع، حيجيك على اليمين ادخل فيه. شارك شارع الملك طلال بن عبد الله. امسك مطعم هاشم تبعنا. اسهل بوسط البلد تبع العقبه قسميه الفوال. اسامه أزكى من هاشم ولا مش أزكى؟ والله ملطر. القاسمية بالذات أزكى. طلع طلع القاسمية طلع. إذا شحن صحن الشطة شرفته. اعترف. لا والله كثير مرتب عن جد. بس حسابك معلم العزوم. أبشر. الحمد لله رب. خلص انحس. تعرف أنت وين موجود حالياً؟ أنا والله. أو إيش اسم الشارع؟ مش عارف بس هو شارع شكله إشي مشهور. اسمع هذا الشارع اسمه شارع السينما. شارع السينما. ليش في سينما يعني هون؟ هون زمان كان في 7 سينمات تقريبا في هذا الشارع. 7. بس انت عارف تطور السينما وزي هيك بالمولات بطل، ولكن اخذ منظور واسم شارع الايش؟ السينما. شارع السينما. تعال نشوفه مع بعض. يا جماعة طبعا احنا طلعنا من شارع السينما وهسا احنا رايحين على شارع الهاشمي. قبل شارع الهاشمي يا أسامة، شايف الشارع اللي قدامنا؟ هذا بودي للبالي. للبالي؟ إربد. تمام. وعلى يميننا هذا اسمه شارع الهاشمي. احنا الآن يا أسامة بتعرف وين؟ وين؟ شارع الثلاثين. حلو. سمي بشارع الثلاثين لماذا؟ لأنه الشارع عرضه 30 متر. هسا عرضه 30 سنتي. 30 متر. 30 متر. قسته؟ سؤال جاوبني، هسا انت عارف انه 30 متر الناس تحكي. هي الحكومة قالت كده، تقدر تقول لا الى الحكومه؟ انا ما اقدر. تقدر؟ علم شو هذا الدوار؟ هذا الدوار اسمه دوار الثقافه، زي ما انت شايف في كتاب وفي قلم، المفروض في قلم بس انكسر قد ما انكسر. كان يتمرجع عليه كثير فانكسر. الكتاب مبين. هذا الدوار بسموه دوار الثقافه. طب هذا مدخل مدينه إربد، يعني لما تيجي انت من شارع البتراء من كذا بوديك يعني هون اول معلم تصطدم فيه في إربد. دوار الثقافة. وجنبه سامي حمود، فمعروف إذا بدك تروح على سامي حمود عند دوار الثقافة. طب معلم هسا المفروض لما واحد يفوت على إربد بعد دوار الثقافة هذول لازم يروح. هسا بدنا نروح على مجمع عمان، وبعديها نطلع على شارع الجامعة. شارع الجامعة؟ يا أخي بالله سؤال دقيقة، هسا بدك تجاوبني منطقية ومن تحيز إنك أنت من إربد وأنا من عمان. هسا وسط البلد عندكم أخذتوه منا ماشي، شارع الجامعة كمان عندكم مين بيقول صراحه؟ يلا يلا جو نعطي معلومه مهمه. بدي انا بحب شارع الجامعه إربد دخل موسوعه جينيس عشان الكافيهات. لا عشان كان يعني طول شارع الجامعه وعدد كافيهات الانترنت اللي موجوده في شارع الجامعه هو اكثر شارع في العالم موجود فيه كافيهات انترنت في كل العالم. طيب دخل موسوعه جينيس مين اول شارع الجامعه؟ شارع الجامعه تبعنا اليرموك. دقيقه الاردنيه نقطه سطر جديد. والطلاب الأردنية وشارع الجامعة الأردنية انتم بتيجوا رقم جامعة اليرموك اقدم من الجامعة الأردنية يعني مش عارف. لا اول جامعة بالأردن الأردنية. انا بنحكي عن شارع الجامعة. معناته شارع هذا شارع الجامعة انت معلم. لا يا حبيبي شارع الجامعة 1-0 اليرموك. هسه 5-0 شارع الاحسن. يا خاوي شارع الاحسن. يا جماعة شو رايكم؟
هسه راح تكتبوا لنا في التعليقات هسه راح نروح بس احنا. مين الاقدم ومين الاحلى الاحسن. احنا هسه رايحين على شارع الجامعه وراح نصور لكم هناك كم لقطه هيك بالشارع وامانه تحكم بحق الله بالكومنتات. بغض النظر من وين كنت انو احلى وانو اقدم اذا بتعرف. يلا يا جماعه اربد او عمان. هسه انت في المكان اللي لو اجيت من عمان على اربد في المواصلات تنزل فيه بوصلهم. طلع على المبنى اللي وراك شو مكتوب عليه؟ مجمع سفريات اربد المركزي 100%. هذا مبنى مجمع عمان، المجمع بيجي وراه وبتميز مجمع عمان بكثرة كل المطاعم المقاهي اي اشي بخطر في بالك ملهيات بتلاقيها في هذا الشارع. يعني برضو مقلديننا وهذا عاملينه زي شارع الجوعانين عندنا في عمان. زي ما هذا مجمع عمان زي مجمع الشمال. مجمع الشمال عندكم اشياء زي هيك؟ لا كل مجمع الزرقاء مش بعمان. مش بعمان مجمع الزرقاء والله يا عمي اهلا مكة. انا ماليش دخل، انا بحكي عن اربد. بس اربد هون لما تطلع من المجمع بامكانك تروح على اي مطعم، بامكانك تروح على اي شيء بخطر في بالك ملهيات موجود. عندهم افخم مطاعم والله في الشارع هذا. عشان الجامعه شارع الجامعه. يلا يلا روح ادعس. اربد سيتي سنتر. بعرف امبارح اجيت عليه. اسمع كارفور بالنسبه لاهل اربد. اهل اربد ما بيحكوا للمول كيف انتم بتحكوا للسيتي مول. سيتي مول وين رايحه؟ مكه مول رايحه كذا. هون ما بيحكوا لاربد سيتي سنتر انه اربد سيتي سنتر. وين رايح؟ والله رايح على الكارفور. كارفور اسمه ليش؟ لانه كارفور مستاجرين الطابق الارضي كامل. واحنا لانه شوي عندنا شعبي في اربد يعني الموضوع. فالناس خطر في بالها وثبت في مخها انه وين، انه هذا كل المول اسمه كارفور. ولكن هي معلومة مغلوطة. اسمه اربد سيتي سنتر يلقب بكارفور نادى على شارع الجامعة. هنا يا أسامة الدوار هذا اللي احنا موجودين عنده اسمه دوار المدينة الرياضية. هاي سرقينها منكم. لا خلاص ليش؟ لانه احدى معالم اربد هي المدينة الرياضية. وتمتاز المدينة الرياضية بغض النظر عن الملاعب، ولكن جدرانها كلها عاملينها جرافيتي. هاي استاد حسن جوا صح؟ ايوه اللي فيه المباريات. فانت بتمشي بتشوف كثير جرافيتي، واحلى جرافيتي على كل المدينه الرياضيه راح تلاقيه قدامك. هاي مدينه الحسن للشباب، فيها مسبح ملعب صاله رياضيه، وهذا احلى جرافيتي ممكن يمر عليك. اسامه احنا الان عند دوار النسيم. انا عارف ممكن تسال والمتابعين يسالوا وين دوار النسيم. انا مش شايف دوار. نروح يمين عادي من الاشاره. هذا يا صاحبي دوار النسيم. كان زمان جدا دوار حلو تحول لإشارات، ولكن خلص لزقت فيه السمعة انه اسمه دوار النسيم. حاليا احنا دخلنا على شارع الجامعة. شارع الجامعة يتميز شماله مطاعم ومقاهي وكافيات انترنت وكل شيء بخطر في بالك، ويمينه جامعة اليرموك. جامعة اليرموك اقدم واعرق الجامعات في الاردن، وشماله اقدم واعرق المطاعم في اربد. يا سلام عليك. طب عندنا محاضرة وتأخرنا، شو رايك نفوت؟ يلا نروح المحاضرة. نهاية شارع الجامعة زي ما انت شايف هذا اسمه دوار الجامعة. دوار الجامعة هو دوار جديد كدوار قديم، ولكن البناء تبعه والشكل والجمال. ورب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. من الثمرات آمين يا رب العالمين. ما بصير نيجي على اربد وما ايش ما نشرب سلاش من عند وين؟ من عند شنب. شبت عصير؟ خلصنا؟ صحة عافية. احنا الان في شارع اربد عمان. واخيرا يا جماعة هيك راح احكي لك يعني خلص بكفي. جولة حلوة والله. جولة حلوة يا جماعة زي ما بنحكي بالعادة. لا تنسى تحط لنا لايك وشير وسبسكرايب. يعطيكم الف عافية. كان معكم اسامة جاد ومحمد الشام. نلقاكم في فيديوهات اربد الاخرى. سلام.